Recording started, you can go ahead. حياكم الله معنا وإن شاء الله يعجبكم الشغلة اللي راح أقدمها. هي شغلة شوية بعيدة عن التك، بس أبديك أعرفكم على نفسي. اسمي صفية مال الله، أنا طالبة دكتورة ومعيدة في جامعة كانساس ستيت يونيفرسيتي ولاية كانساس، وحابة أتكلم عن computational thinking اللي هي أصلاً التفكير الحوسبي. بس عشان ندخل بالحبكة راح أقول لكم قصة صغيرة عن قصة ماما عودة. عندنا ماما عودة تحب تسوي روتين معين بحياتها، تحب كل يوم الصبح تأخذ أحفادها توديهم المدرسة، نقول هي بقرطبة، تروح تودي أحفادها المدرسة بعدين تروح سوق شرق. فعادتها اليومية نقول هي إنسانة معتمدة على نفسها، تروح تركب السيارة وتسوي هالشيء. بس في يوم من الأيام لاحظت أن سيارتها ما راح تساعدها تخليها أنها تروح توصل العيال، لأن عندها مشكلتين. المشكلة الأولى أن شافت أن البنزين في شوية، المشكلة الثانية أن التاير مفشوش. بس هي تدري أن كمية البنزين اللي عندها ممكن تكفيها لمحطة البنزين، بس ما تقدر تمشي على تاير مفشوش لأنه ممكن التاير ينضر زيادة. فتدري أن هي لازم تصلح الشغلة عشان تمشي فيها، عشان تختار أنها تعبي بنزين. وعشان تصلح التاير لازم هي تروح through steps، أنها تفتش البرغي، تطلع التاير، تدخل تاير ثاني وتبدله. فطبيعة الإنسان بحياته اليومية مكتسب عنده مهارات تعلمها وهو ينمو ويعيش. ففي كثير من المهارات اللي موجودة عند الإنسان هو يعرفها، مثل مهارة الكتابة ومهارة القراءة، ويبدي فيها بليفل زيرو. وهذه المهارة تتطور معاه ويحسنها، يعني مثلا الخط، الواحد يبدي بخط يعني بدائي ويتطور معاه. وفي مهارات اللي هو اصلا تطورت معاه وهو ما يدري انها تطورت معاه، مثل الحجية اللي تو استخدمت مهارات اكتسبتها من الحياة، بس هي ما تدري شنو بالضبط هذه المهارات. فهذه المهارات لو نجمعها مع بعض اللي استخدمتها ممكن نسميها computational thinking، ويستخدمها الانسان وهو ما يعي فيها. وهذه المهارات لو هو يعرف يفهم بالضبط عبارة عن شنو، ممكن هذه تخليه أذكى وردة فعله للأمور تكون أفضل وتزيد نسبة الذكاء عنده. فشلون نطور هذه المهارات؟ مثل ما قلت إنه يا أنه يعيش حياته ويتعلم لمن يوصل عمر معين وتجارب يكون اكتسب كمية من المهارات، أو إنه يروح للمدرسة. طبعاً هم بالمدرسة عندنا خيارين، إنه يتعلم هذه الـ computational thinking concept، إنه يا directly ناخذ الإنسان نوديه كلاسات فيها كمبيوتر ساينس، لأن هذه المهارة تتطور جدا في أماكن اللي فيها كمبيوتر ساينس، أو indirectly إن ناخذ المهارات هذه نحطها نسوي لها integration في مواد ثانية. فشنو بالضبط عبارة عن الكمبيوتيشنال ثينكينج؟ هذه الفكرة مالت المهارات we can trace it back حق الثمانينات، لما سيمور سوى كتاب، وبالكتاب كان يشرح لعبة اللوجو. أنا طبعاً ما أدري أنتوا أي جنريشن، بس إنه أول كان في لعبة اللوجو اللي إحنا نبرمج نكتب كود تسوي لنا مربع مثلث. فهو بدأ الفكرة إنه يسوي مكان، طبعاً هو كان هدفه حق الماث، إنه يسوي مكان إنه يطالب أو الطفل يقعد فيه يروح يعني يتطور مهارة معينة داخل مخه. فعلى أساسها طلع برنامج اللوجو وانتشر انتشار كبير. فب 2006 في بروفيسورة جانيت وينغ اللي هي أصلاً شركة مايكروسوفت، راحت كتبت مقالة عن إن هي تشوف إن التفكير الحوسبي مفروض تكون موجودة عند كل إنسان as a fundamental skill، حالها حال الكتابة والقراءة. فمن عقب ما هي سوت كذي تطور موضوع الكمبيوتيشنال ثينكينج، وحيل حيل زاد بالعالم، وصاروا دول كثيره بالعالم تتبناه. مثلا بريطانيا الحين خلاص ضافتها من ضمن التعليم، امريكا ضافتها من ضمن التعليم، سنغافوره، ماليزيا، باوروبا، بافريقيا، بالخليج في بعض الدول بلشت انها تاخذه، انها تاخذه كمهاره تحطها. بس شنو بالضبط يحتوي الكمبيوتيشنال ثينكينج؟ ما في تعريف واحد ثابت. في وايد منظمات بالعالم حاولت انها تعطي ديفينيشن له، بس احنا ممكن نقول عندنا في اربع كونسبت اساسيه اللي هم الكل متفق عليها، اللي هو ديكومبوزيشن، باترن ريكوجنيشن، ابستراكشن، الجوريثم.
decompositions مثل ما يعني as a computer science concept هو عبارة عن breaking down a big problem to a smaller problems. بس الحجية شلون استخدمتها؟ استخدمتها إن هي حللت إن عندها مشكلة كبيرة إن السيارة ما تقدر تشتغل فراحت حللتها وطلعت إن أوكي في مشكلتين. الباترن ريكوجنيشن إن الواحد يطالع الأشياء المتشابهة. As a computer science إحنا لما نكتب function إحنا سهل إن نطالع مثلاً إن هذه موجودة هني وهذه موجودة هني ونسوي function وحدة تأدي القرض. والابستراكشن إن إحنا نطالع الفكرة الرئيسية ونجرد الأشياء الصغيرة منها. والالجوريثم إن إحنا we can go through step by step procedures to solve a problem. وفي بعض المنظمات تضيف على هذين الأربعة أشياء زيادة. ف الكمبيوتيشنال ثينكينج ماخذ مهارات من الكمبيوتر ساينس بس مو مثل البرمجة. يعني الفرق أو شغلة من الأشياء المختلفة إن هني التركيز على المفاهيم مو على البرمجة itself. فإن علم الحاسب مو معناته إنه هو ممكن بس نبرمج. اللي هو الهدف منه أو شغلة منه إن إحنا نصير مثل علماء، يعني نروح نفكر بطريقة مختلفة ونحتاج مستويات متعددة من التجريد عشان نقدر نفهم الشغلة. وشغلة ثانية من اللي وينجل الأشياء اللي هي يعني حبت إنها توصلها للعالم إن هي تبي التفكير الحاسبي تكون مهارة وليست روتين. ما تبي يكون روتين يعني شيء فاندمنتال، لأن المهارة الرئيسية إن كل شخص يكون شغلة يتقنها ويقدر يمارسها بحياته مو بس بالبرمجة. يعني الحين لما نقول مثلا pattern recognition شيء طبيعي ان احنا مثلا نطالع شنو الفيتشرز المتشابهة ونسوي function ونسوي كل شيء، لكن بالدنيا ان احنا تختلف النظرة، فعشان نطبق هذه المهارة على الدنيا نحتاج مهارة ثانية تكون خاصة بالcomputational thinking مو بس بالcomputer science. فنطالع ان في similarity يعني كconcept بس طريقة استخدام مختلفة. فهذه المهارات اللي عندنا لو إحنا ناخذ الناس اللي موجودين العاديين بالتخصصات الثانية ونضيف لهم ونعلمهم المهارات هذه ممكن تطلع لنا حلول جديدة ما كانت موجودة بالعالم. على سبيل المثال يوم خذينا الكمبيوتر ساينس وضفناه حق البيولوجي طلع لنا تخصص بايو انفورماتيك، فحلوا مشكلة في الدي ان اي، استخدموا المشين ليرنينجز، استخدموا وايد أشياء عشان يحلون فيها مشاكل ما كان الإنسان العادي أو الإنسان صاحب التخصص الآخر يفكر فيها، لأن في كثير من الالجوريثمز تنوخذ تتطبق على أشياء كثيرة وتخلي الشخص اللي يحاول يحلها يشوفها بمنظور ثاني. وحالياً حتى الكمبيوتيشنال ثينكينج قاعد يستخدمونه بالآرت بالميوزك. وبالإضافة إن الاستخدامات العادية العالم قام يتوجه إنه ياخذ هذا التخصص وينزل فيه على المستوى التعليمي من صف أولى إلى صف 12 K12. فيبدون معاهم من مرحلة صغيرة لأن هم شافوا واكتشفوا إن لما يمسكون الشخص من عمر صغير ويعلمونه مبادئ computational thinking ويبدون معاه من مرحلة صغيرة راح يكون تفكيره وراح يكون طريقة حل للأمور مختلفة جداً ومتطورة. وطبعاً الحين الأطفال يعني مو نقول إنه فقط أذكى، عندهم تولز وأشياء تسهل لهم عملية الفهم والتطبيق. يعني على سبيل المثال أنا عندي عيالي يدرسون بمدارس أمريكا وهي مدرسة حكومية عادية، يعني بعدين معاهم الروبوتات من مرحلة الحضانة. فعندهم الطفل بأولى ابتدائي يسوي لعبة فيديو جيم صغيرة، والطفل بالروضة عندهم يسوي فيديو لأنهم بادين معاهم بالمهارات من مرحلة الحضانة إن شلون يطورونها. فهذا أمر جدا يعني مهم إن نكون نهتم له بالكويت. يعني الحين أنا بس حبيت إني أوصل لكم صورة الكمبيوتيشنال ثينكينج كمهارة إن هي أمر مفقود بالكويت خصوصاً من الناحية التعليمية، لأن إحنا عندنا في الناس المسؤولين عن إعداد المناهج عندهم لبس بين الكمبيوتر لتريسي والكمبيوتر ساينس itself.
البرامج أو المناهج التعليمية عندنا شلون الطفل يستخدم البرنامج، مو شلون الطفل يبرمج، أو إن شلون الطفل يستخدم التفكير الحوسبي عشان إنه يحل مشكلة. فهذه شغلة من الأشياء اللي يعني لازم يعني نهتم لها بالكويت، ونوضح لهم أهمية الشغلة وأهمية تأثيرها على الوضع بالكويت. فإن شاء الله ما أكون ثقلت عليكم، وإذا عندكم أي سؤال أي شيء تفضلوا معي. يعطيك العافية صفية. Great topic. We have a question من حمد. How can we apply that as parents? في عشان الأهالي إذا حابين يطبقون في مواقع جميلة، إذا سامعين مثلا بcode.org. code.org عندها stages حق كل مرحلة عمرية، فيها هي بروحهم مسوين المنهج كامل متكامل. مثلا تاخذ الطفل تخليه يلعب بالأجهزة أو بالأشياء، وتبدي إيه هذه اللعبة اللي هي إيه عبارة عن مبادئ البرمجة، تنقلها من مرحلة لمرحلة. هذا إذا كان الشخص يبي يستخدم سكرينز. إذا كان الشخص ما يبي مثلاً طفله بعمر صغير يتعرض للشاشات، في شيء يسمونهم unplug activities خاصة بالcomputational thinking، وفي أهم أيضاً ألعاب خاصة إنها تأخذ الطفل إنه يلعب ويتحرك بطريقة برمجية. على سبيل المثال في لعبة سايمون سيز، ما أدري شنو هي بالعربي، إنه مثلاً يعني يقولون سايمون سيز حق الطفل والطفل يقلد، فيقولون مثلاً حق الياهل سايمون سيز ارفع إيدك، بعدين الشغلة الثانية يقول لك سايمون سيز انجز وانت رافع إيدك، بعدين يقولون له مثلاً لف يمين لف يسار، فيعلمون الطفل إنه أوكي هي gonna follow steps عشان إنه يسوي، بعدين أوكي عقب ما يسوي follow steps يقولون له تقدر أنت تروح تكون شغلة من الخطوات. يعني على سبيل المثال أنا عندي مثلاً بناتي الصغار، أقول لهم مثلاً إذا أنت عند الباب ومحتاجة إنك تروحين من مكان إلى مكان، شنو تحتاجين تسوين؟ فهي تقولي أمشي 4 خطوات لقدام، بعدين I will rotate، بعدين أمشي كذا خطوة. فهذه تروح تندرج تحت الـ Unplugged Activities، وموجودة بكثير مواقع أونلاين. إن شاء الله يكون جوابي كافي. في سؤال ثاني. Do you think a kids boot camp is good as opposed to putting the whole thing into an, all educational levels? والله ما عندي إجابة كافية له. فطبعاً ما في شيء هو بروحه good enough، يعني لازم إنه يكون في أكثر من مكان. يعني أنا أفترض إنه هو كبداية هو أمر جيد، أفضل من لا شيء. أوكي، وفي تكملة للسؤال. What do you think about the tech camps here in Kuwait for kids؟ جربتيهم؟ عندك خبر كفاءتهم؟ Tech camps في عندنا تقريبا 3 أماكن. طبعا أنا يعني في فرق بين STEM وفي فرق بين coding. Coding أو computer science بالكويت أعتقد إن في 3 أماكن، وتشمل من عمر 8 سنين وصاعد. اللي من عمر 8 سنين وصاعد أنا شفت لهم نتائج، ونتائجهم جدا حلوة، لكن ما في حق المرحلة العمرية اللي أصغر. بس قاعدة أشوف في توجهات إنه قاعد يبون بعض الروبوتات، قاعد يبون بعض الأشياء، إنه قاعد يحاولون إنه يوفرونها حق أعمار صغيرة، بس ما عندنا ناس مختصين بالكويت حق هذه الأعمار. بس الشباب اللي مسوين أعتقد اسمه كود جونيور، في مكان إنه يعلمون كودينج، يعني هذا من الأماكن اللي قاعد تأسس تأسيس جميل للأطفال، وإن شاء الله يكون في زيادة. إن شاء الله أكون جاوبت. في بعد سؤال. Which age you think Kuwaiti students should start computational thinking? 4 سنين، ومو بس يعني الطفل الكويتي. في دراسات تقول إن الطفل من عمر 4 سنين يقدر يميز ويعرف الأشياء، فمن عمر 4 سنين هو العمر المناسب إن الطفل يبدأ يطبق.
عالميا يعني. في بعد سؤال. Based on your experience, is there a way to distinguish whether the child adopts computational thinking or simply gets used to a certain procedure that they are taught? اسأل الطفل أو في لعبة جميلة لطيفة إنه يروحون ينادون الطفل يقول له أبيك تروح تقول لي الخطوات بالضبط شلون أسوي مثلا صمونة جبن أو بينت باتر ساندويتش، فيخلون الطفل يقول الستبس ويتعمدون إنه they follow the steps بحذافيرها. يعني على سبيل المثال لما الطفل يقول أخذ الجبن ادهنه بالتوستة، يروح مثلا الولي الامر او كذي يروح ياخذ القوطي كامل ويدهن القوطي على التوسته، لان ولي الامر يعتبر نفسه روبوت. فشنو بالضبط دقه وتفاصيل الانستركشنز اللي راح يعطيها الطفل ممكن ان هي تقيس ايش كثر ليفل التفكير عميق عنده، لانه هو يعتبر مثل برنامج. يعني هو الواحد لما يكتب برنامج لازم يكتب تفاصيل، يعني ما يصير يقول حق البرنامج يلا اطبع، لازم يكتب مثلا برنت الشغلة الفلانية. فالطفل لازم يعطي نفس ليفل التفاصيل. فهم هذه من الأشياء اللطيفة اللي يلعبونها يسمونها بينت باتر تشالنج أعتقد، اللي يقولون حق الطفل تعال يلا قول لنا الستبس وهم يكتبون الخطوات ونخلي يلا لا ستبس ناقصة، ويتعمد الواحد يطلع يعني أخطاء عشان إنه يفكر بتعميق زيادة. هذه طريقة من الطرق. وفي ألعاب، في مواقع فيها ألعاب اعتقد اسمه كود لايت، هم هذه تطور الكمبيوتيشنال ثينكينج ومعتمدينها بامريكا باكثر من مدرسه. هذا جوابي على السؤال. يعطيك العافيه. في بعد سؤال. What games or activities could you give kids of ages 4 to 6 to start learning or thinking this way? اذا بقول لكم مثلا مجموعه العاب، في لعبه اسمها كود سبارك، في لعبة اسمها Spirit Box، هذيلا كلهم يعني فري. سكرات جونيور بعد وايد تطور، خصوصا إذا الواحد بيمسك الياهل وبيخليه يسوي قصة. وفي لعبة اسمها Coding for Kids عليها نجمة، يعني لنا راح تلقون أكثر من شكل نفس الشيء. وحتى أصلا الأندرويد نفسه، إذا الواحد تليفونه أندرويد تروح الكيدز مود، داخل الكيدز مود يعني هي هبت ان مع الاندرويد، في لعبه اللي هو تمساح يحاول يوصل للنهايه، فعشان يوصل راح يحتاج يحط يعني ثرو يوزنج ذا الجوريزمز انه ياخذ الياهل ستيب باي ستيب عشان يحلها. فهذه لعبه من الالعاب اللي تطور التفكير الحوسبي عنده. هذا جوابي على السؤال. ممتاز. We don't have any more questions. يعطيك العافية. الله يعافيك. It's a great interaction from everybody, from the attendees. Thank you very much. في شيء تبي تقولينه تزيدينه؟ الله يعطيكم العافية ونكمل نتابع معاكم الباقي. الله يعافيك. مشكورة ما قصرتي. I'm gonna stop the recording.